السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا، قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن مرض التهاب الرحم في الماعز والأغنام. التهاب الرحم ده طبعا مرض بيصيب الرحم في حالة الغنم عشار، بتحصل لها عملية إجهاض، يعني بتطرح الجنين أو بتسقط، وفي حالة الأم فاضية بيمنع حدوث تلقيح، بيمنع حدوث تلقيح في الرحم، بالنسبة بيمنع حدوث التلقيح. طيب أعراضه إيه؟ أعراضه بالنسبة للأمهات الفاضية بتلاحظ إن الذكر بينط عليها أكتر من مرة وما بتمسكش عشر، ما بتتمش عملية التلقيح، بينط أكتر من مرة، ممكن تصرف اللي هي جهد الشياع تاني، بينط عليها خلال 15 يوم بينط عليها تاني، بتلاقيها بتشيع على طول، كل 15 يوم بتطلب الذكر. دي معناها احتمالية كبيرة، طبعا في احتمالين، احتمال تكون في تكيس على المبايض، يعني المعزة سمينة أو النعجة سمينة، أو إذا كانت بجسمها طبيعي مفيش سمنة تبقى التهاب في الرحم. بتشخص عن طريق السونار، بالسونار بيتم عمل أشعة بالسونار، بيبان الدكتور بيشوف إذا كان في الرحم فيه التهابات ولا لا. طيب والعرض الثاني، بتلاقي إفرازات بتنزل من المعزة زي إفرازات التنظيف الأمهات، بس بيكون التنظيف بيكون لونه شفاف، أما بتاع الالتهاب لما تكون الأم عندها التهاب في الرحم بتلاقي بتنزل صديد لونه متجبن أبيض زي اللبن زي كده بالظبط. في عندي معزة هوريها لك دلوقتي، ده صديد نازل من الرحم، ده كده المعزة بتنظف، ده المعزة بتنظف، هوريك المعزة اهي، دي معزة كانت عشر وطرحت، حصلت لها عملية إجهاض نتيجة سبب التهاب الرحم اهي. لاحظ معايا، شوف من ورا بس، تعال شوف المعزة، باين الافرازات اهي، الصديد اهو باين لونه الابيض، دي كده بتنظف. المعزة دي واخدة علاج من يومين للتنظيف، وهنوريك دلوقتي بنستخدم علاج ايه. العلاج المستخدم على معزتين، كان عندي معزة قبل كده عندها التهاب رحم اهي، المعزة دي كان الرحم ملتهب ونط على الذكر اكتر مرة ما كانتش بتمسك، حاليا ما شاء الله زي ما انت شايف عشر ما شاء الله في شهرين ونص، العلاج ما شاء الله جاب نتيجة ممتازة. المعزة دي اتعالجت بالبنسلين، العلاج المستخدم بنسلين، نوروسيلين او بنستريب، اي مادة، المهم المادة الفعالة بنسلين، المادة الفعالة بنسلين. المعزة بتاخد 3 سنتي كل يوم، 3 سنتي لمدة 3 ايام او 4 ايام، كل يوم 3 سنتي عضل. دي المعزة المسنين موقفين جنب بعض اهو، المعزة الكبيرة دي كان عندها التهاب وخفت والحمد لله حاليا 10 في 3 شهور بواسط بالعلاج ده بالبنسلين، 3 ايام كل يوم 3 سنتي الحمد لله المعزة خفت ومسكت عشر وتمت تمام. المعزة التانية لا، العلاج استخدمت السوفيتاكس، في منه بشري وفي منه بيطري، في منه أمبول بيجي 1 جرام جاهز، لكن العلبة دي كلها 5 جرام، العلبة دي كلها 5 جرام، بيجي لك بودرة عبارة عن بودرة ومعها 50 سنتي مية بتدوم، لكن أنا بدوبش ال 50 دي، بتاخد 2 جرام يعني بنسحب، بتدوب 5 سنتي وبتاخد منهم 3 سنتي بس، تاخد منهم 2 سنتي عفوا، يوم سنتي وتاني يوم سنتي، او تجيب امبول جاهز بشري، الامبول عبارة عن 3 سنتي 1 جرام، بتديها 1 جرام النهاردة وتاني يوم تديها 1 جرام، مع طبعا ده شيء اساسي لان الرحم بيكون مقفول، الرحم عنق الرحم بيكون مقفول، الصديد من جوه فما بتنفعش، الافرازات ما بتطلعش، مضاد حيوي بس لا، بتاخد مع المضاد الحيوي
حاجة اسمها هرمون أستروميت. الهرمون ده هرمون بيخلي اللي هو هرمون الصروفة أو هرمون الشياع اللي بيخلي المعزة أو النعجة تطلب الذكر. الهرمون ده بتديه لها المعزة زي دي كده بتاخد سنتي أو 2 سنتي زي الرفيعة دي ممكن تاخد سنتي. المعزة دي جاية من بره على فكرة لسه جاية، انت شايف حتى الهزال اللي فيها باين الضعف اللي فيها، صاحبها ما كانش مهتم بيها. نشوف الفرق مع الاهتمام ما شاء الله، فرق واضح في الأمهات العلف والرعاية. دول الاثنين دول لسه جايين جداد، بيبان على المعزة الهزال بتاع الضعف بتاعها. ان شاء الله هنشوفها في فيديوهات قدام ان شاء الله باذن الله لما تتحسن ان شاء الله. قلنا طبعا الهرمون الاستروميد بيساعد في فتح عنق الرحم عشان يساعد في اخراج الافرازات اللي احنا شفناها في الارض دي اهي، دي واخده الهرمون الاستروميد واخده السوفيتاكس وبدات تنظف، بتنظف الالتهاب اللي في الرحم بس. وخلال وبمجرد ما بتدي هرمون الصروفه اللي هو الاستروميد في خلال يومين بتطلب الذكر وبتعشر ومفيش منها اي مشكله ان شاء الله. يعني بعد الابره بتدي بنسلين في اول يوم، بنسلين وهرمون الاستروميت بتديها في نفس اليوم، وتاني يوم بنسلين، وتالت يوم بنسلين. في خلال تاني يوم او تالت يوم بتبدا المعزه تطلب الذكر، تجيها الشياع وتطلب الذكر وبتمسك عشر ان شاء الله باذن الله. دي مسكت على طول الحمد لله، وكان في معزه ثانيه برضك مستخدمها ومعالجها بنفس الطريقه والحمد لله العلاج بيجيب نتيجه ممتازه. وفي النهايه ان شاء الله اذا عجبكم الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.